ليش هيك عملت فيني يا واطي؟ استغليت الوقت اللي كنت مناوب فيه للصبح ونحن عم نحارب وروحنا عكفنا، مو حرام عليك اللي عملته فيني؟ طيب ما خجلت من حالك؟ جواهر والله انا ما عملت شي يا اخي. انا مالي اخوك ولك، انا ما بشرفني هيك اخوه. لك كل يلي سمعته كذب وافتراء. قلت لك قليل الحياه. غريبه، بدي افهم كيف بيجيبوه بسلموه لواحد جانن وبايده سلاح. عادي رح تنحل. بدي اقرب منه. طيب ديري بالك، ما بدنا يصير لك شيء باول مهمه الك. لا تاكل همي. جانير روح مع فايزة. روق شوي. سيدي خلونا المكان، إجا دورنا. إيه أمرك، الحقوني شباب. أنت جنكيز صح؟ إيه نعم. حاول ما تتدخل بالحكي كتير ماشي؟ جواهر بدي إياك تسمعني منيح ماشي؟ أنت مين كمان؟ معهم شرطية؟ لا ماني شرطية ولا شي، ما عندي سلاح ولا لابسة بدلة مثلهم. شو بدك مني لكان؟ أنا حابة ساعدك بهالموضوع. بترجاك تركني مشان الله، تركني بقى. سكتي انتي وليك، أحسن ما أوصك بأرضك. هلأ بدي منك تشرح لي كل القصة ومن شو متضايق. ماشي أختي، شايفة هالكلاب الاثنين؟ هداك رفيق عمري وهي خطيبتي. بعد ما أنا رحت على العسكرية، حكولا يا كلاب ليش ساكتين؟ حكولا شو عملتوا فيني؟ لك انت غلطان يا جواهر، والله غلطان. شايفه هدول الاثنين خانوني وطعنوني بظهري. القصة مو غريبة مو هيك؟ كيف مو غريبة؟ ما فهمت. كأنها بالزمانات صارت مع حدا فينا. سليم، عاطف، إليف، مو متذكرها؟ الكير ركز بشغلك، إذا بدك تطق حنك في قهوة لقدام شوي روح لهنيك وحكي. مو قصدي إني ضايقك، بس حكيت اللي خطر ببالي. يا ريت شي مرة يخطر ببالك شي منيح. أنا شو عملت لكم ليصير هيك؟ آه؟ شو عملتوا لك؟ بس يمكن في شي بدهم يقولوه أنت ما بتعرفه. اسمعني يا أخي، بعد ما أنت رحت، جانسو ما وصلتها أخبار عنك، قلقت عليك وكانت وحيدة. وأنا حبيت اني صبرها مو اكتر. وانت صبرتها لكان ما هيك؟ بالوقت اللي كنت مأمن على حبيبتي انت اللي طعنت فيني ولك. جواهر اهدى شوي. انا شو اخذت من المحبه تبعك يا حقير؟ شو اخذت من الرفقه؟ وانا شو بكون فهمت من كل هالحكي الكذب هاد ولك؟ اسمع اصحك تفكر تعمل شي تندم عليه ماشي؟ رح اعمل، لسه رح اعمل العمايل شوفي. انتبهوا الكل منبطحا واستعدوا. فايزة فايزة طلعي من هنيك. انا رح اوصو شايفه كثير منيح. لا تقوص فهمت؟ لا تقوصو اصحك البنت كمان بخطر. قوصت الشخص الغلط. يا ريت لو قوصت البنت. إليف شو عم تحكي؟ والحق كله على البنت، يعني لسه ما فهمتوها؟ كيف بيقوص البري؟ الله يصطفل فيه. إليف إليف خلاص روقي، عم تسمعيني؟ اهدي شوي. إليف إليف اسمعيني، بعرف بشو عم تفكري. انتي مفكرة انه قصتنا بتشبهن وانه انتي كل الحق عليكي، بس بقصتنا ما فيها خيانة. ما كان المفروض تعمل هيك يا جواهر. وراح اقتل هي كمان وموتها. اسمع خليك معي ماشي؟ انت اسمعني وبس. انت وهنيك فوق بالجبال ما حسيت بالوحدة؟ بلا حسيت. ما تمنيت حدا يكون قريب منك؟ أكثر من مرة
مرة قلت له خلينا نكتب كتابنا قبل ما يروح لهنيك، بس هو ما رد علي. واضح ما رح يترك البنت ليقتلها. خلونا نتدخل. لا، رح يستسلم. فايزة رح تنجح. هالبنت رح تكون محظوظة إذا ضلت عايشة. ما عم بفهم شو صاير لكم. إذا مستعجلين كل هالقد، يلا أوصوا عليهم. بدنا نتجادل ولا جايين نحمي الجماعة؟ أنتوا الاثنين بتسكتوا ولا بستغني عنكم هلأ؟ معلش ارتاحوا. لا تقربي. بس كلياتنا منغلط يا جواهر، منعصب كتير وبدنا نقتل يلي بيضايقنا. أنا فهماني عليك. ما رح تفهميني. أنا فهمانتك كتير منيح. أنا كمان انخنت. إمتى؟ مو من زمان كتير، وخطيبتك بريئة كتير برأيي. طيب وشو عملتي؟ حسيت بنفس شعورك، عصبت، صرخت وكسرت، وبعدين كمان فكرت بالحقيقة أنا اللي طلعت كسبانة بالأخير. وليش بقى؟ لأنه كان ممكن يكون هلأ متزوجة منه، وشو كان صار فيني؟ شفت؟ هلأ أنت صحيت وعرفت عدوك من صديقك. ايه صح عرفت، كنت عم دور عليه بالجبال وهو طلع قريب مني كتير. حياة للأسف مليانة تجارب بتوجع. يلا طولت القصة، بكفي. سلمني هالسلاح يلا. بشرط واحد. ما في شرط، عطيني سلاح وبس. مبلا، هالبنت اليوم قدام كل أهل الحارة لازم تصرخ بعلو صوتها أنها خانتني. لا ما رح تعمل هالشي. إذا ما بتعمل بقتلها. صرخي ليك، اعترفي يلا. لا أصحك تصرخي. رح تصرخي ليك، رح تدفعوا ثمن عملتكم. شو عم تعملي إليف؟ لوين رايحة؟ رح تنزعي كل شي. تعي لهون يا إليف، تعي لهون. إليف رجعي. الأمور هلأ رح تتعقد عن جد. وافي، لا تقربي لهون. إليف، إليف شو عم تعملي؟ رجعي، هيك رح تنزعي كل شي. بصرخ لك أنا بدل هالبنت، هيك بدك؟ مين أنت كمان؟ روحي من وشي، نلعي. شو بدك؟ بدك هالبنت تعترف إنهم خانوك؟ صرخي يا بنت، صرخي. عامل لك أنا، يلا صرخي واعترف. بعترف إني خنتك، بعترف. بكفي هيك؟ إذا بتحب بخليها تعيط أكتر. سيبوا هالقصة آخرتها مالا منيحة. عاكف، أنت لا تتدخل مشان الله. صرخي بأعلى صوتك خلي الكل يسمعه. والله أنا خنتك، خنتك، عمل لك خنتك، خنتك بعرف فيها. قوصني إذا بدك، أرحم علي من العيشة بعد هلأ. دلي وخلصني. لك أنا حبيتك من كل قلبي يا حقيرة. خدوه، خدوه لشوف، خدوه يلا. شو فكرة حالك عم تعملي؟ كان ممكن تموت بسببك. بس ما ماتت. صدقيني رح تدفعي ثمن عملتك. روحي اشتكي إذا بدك، مو فارقة معي أبدا. إليف أنت شو عملتي؟ لشو بدك تصلي؟ فهميني شو اللي عملتي؟ تركني بحالي، أنا ما عملت شي. إليف، شو هذا اللي عم يصير؟ شو عم يصير لكم انتو؟ رجعوا لوعيكم. سيبو، روح شوفوا لهدول. أمرك سيدي. وانتو كمان امشوا قدامي. بس قصة الخيانة كانت حلوة منك. منيح انها عجبتك، خطرت لي بلحظتها.
والله كان لازم موت أنا بدل سليم. كان لازم. شو قدمتي لهالناس؟ ولا شيء. الوجع وبس. أنا دائما هيك. وجودي لعنة على كل اللي حواليي. إليف. لك إليف شو عم تعملي؟ إليف. ليش أنت شو شايف؟ حالتي حالة وحدة عم تطبخ مثلا؟ قاعدة عم ضب أغراضي. إيه بس ليش عم تضبيهم؟ ليلي ليش؟ مشان امشي. امشي من هون ومن هالمدينة. لحتى بعد عنك. شو هالحكي إليف؟ شو هاي تمشي؟ وشو مشاني أنا؟ أنا بدي بعد مشانك. حاجة سخافة بقى. أنا ليلي ونهاري وكل نفس هو أنتي. لك أنا عملت المستحيل مشان أرجع لك. وكرمالك بقيت عايش. لك كرمالك خاطرت بكل شي. نحن ما رح نكون مبسوطين هاكف. بلا منكون. ليش لحتى ما نكون؟ روح سليم رح تضل عايشة معنا دائما. عايشة بوجداني. أنا ما رح سامح حالي أبدا. وأنت ما رح تسامحني أبدا. بعرف. تركني امشي بترجاك. خلاص لبقى تحكي. اليوم لما شفت هديك البنت هنيك فهمت انه لك الموضوع مختلف. انا كنت ميت وانتي ما كان لك ذنب. تركني لو سمحت. تركني امشي. هيك احسن إلنا اتنيناتنا. إليف؟ إليف؟ مو بهالبساطة. ما بسمح لك تتركيني وتمشي. كل واحد بيعرف حاله منيح. وأنا إذا ما رحت وضليت معك ما رح أعطيك حب. رح أعطيك تعاسة. مزبوط يلي سمعته إليف؟ مزبوط سيدي. الحقيني على مكتبي، لازم نحكي لحالنا. ما في شي لنقوله سيدي. إذا بقول لك تعي رح تجي إلي. أنا كعنصر بالعمليات الخاصة بعفي نفسي بكامل إرادتي ورغبتي. هذا الأفضل للوطن والشعب. يلا لك سيبو. ايه والله متنا من الجوع لك اخي. ايه والله مزبوط يا اخي. ايه شو انت عم تطبخ خروف محشي؟ ايه يا جزمز. ايه يلا على السريع جيبو خلينا ناكل لقمتين بقى. يلا ما ضل كتير يا شباب، رح خلص. خير أخي عكيف. ليش متضايق؟ مشان قصة إليف؟ شو بدك ياني أحكي؟ ما ضل شيء له طعمة. قصص الحب ما بصير تستعجل فيها. بدك تصبر. معك حق عمي. معك حق. لك سيبه متنا من الجوع خلصنا. طول بالك لك أخي. ليكني إجيت ها. صبروا شوي. إيه تسلم تسلم. صحتين وهنا ان شاء الله. رب العالمين رزقنا وخلانا ناكل اليوم. الحمد لله. مزبوط اخي. لما بتلاقي بتحمده ولما ما بتلاقي بدك تصبر. ايه وكلاب الشوارع هيك بتعمل يا ابني. الظاهر كلامي كان تخبيص بتخبيص. طبعا تخبيص. لما بتلاقي بالطعم غيرك ولما ما بتلاقي بتشكر ربك. يسلم تمك عمي. عمي انت بلش بالاول. تسلم يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول شغل غرفه يا شباب. اعطوني رايكم. هالحكي ما بيهمني. المهم اكل انا. يا كنت شو حاطط بقلبك؟ شوفوا يا لك فهمنا شو حاطط بقلبك.
قلت فلفله بس شو بكون؟ لك سيبه شلون بس شوي يا زلمه. هلا هي هي شوي تبعك؟ لك يا زلمه مثل النار معقول؟ يا اخي والله مو حد كثير على الخفيف يعني بس اخي لا كله لا بيطفي للحد كله بندوره بندوره بيريحكم بيريحكم يلا بتعرف لو عدوي اللدود طباه ما رح يخطر على باله انه ينتقم مني بهي الطريقه والله ما بعرف لك اخي كانه حابب تموتنا هات اخي هات شو هذا انا يا شباب كله بتعرف شو هي جريمه عن سابق اصرار وترصد حبيبي أنا رح أقوم أفتح تفضل كول عمي بدك؟ هات 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 أعطيني لشوف أهلا وسهلا أختي تفضلي أهلا فيك قالوا لي أنه عن جديد سكنوا شرطة بالحارة قلت منيح لكن بدي روح أقول لهم مشكلتي بلكي بيساعدوني استغفر الله بس نحن مو شرطة عادية مثل ما أنتي مفكرة وإذا منقدر نساعدك بشي أكيد رح نوقف جنبك ونساعدك تفضلي شرفي تفضلي أهلين وسهلين أهلا وسهلا تفضلي شاركينا لا صحة وأنا ماني جوعانة أختي تفضلي خلينا نقعد بالصالون تفضلي شرفي أختي خير يا أختي في شي مشكلة؟ ابني الصغير عم يدرس بالثانوية صار لفترة تصرفاته مو عاجبتني صاير كتير عصبي وعم يخانق على أي شيء بس ما يكون عم يمد إيده عليك لا 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 ما عم يأذيني إلي خايفة يكون عم يأذي حاله يعني شوفوا لقيت هدول معه ورجيني ياهم الله يستر بس ما يكون شيء بيضره للصبي أنا كنت خايفة روح على الشرطة وما عرفت شو بدي ساوي معه مبينين هدول مخدرات؟ لا لا ما فيهم شي هدول فيتامينات ما فيهم شي بيخوف اختي خلص اختي انتي عطينا اسم ابنك وشو اسم مدرسته ونحنا منحكي معه انتي لا تخافي عن جد؟ طبعا اختي الله يرضى عليكم انتي لا تخافي اختي ان شاء الله ما في شي هذا هو سن المراهقة انتي لا تعقليها منحنا منحلها الله يرضى عليكم كلكم يعني ما بعرف يمكن وجعت لكم راسكم استغفر الله يا استغفر الله لا تواخذوني خليني وصلك على الباب يا اختي اخي هالشي غلط هذا الولد اذا بنتركه رح يصير مدمن وينتزع منخبر فرع المكافحه لا اخي ما في داعي الولد لساته صغير وما بيعرف شو عم يعمل رح يفيشوا اسمه وينتزع سجله ورح تنتزع حياته كمان اخي عاكف خلينا نروح نتعرف على هالولد يعني بلكي بنحكي معه ما بتعرف بجوز يسمع حكينا بلا ما نضيع مستقبله للولد والله كلامك مزبوط خلص انتوا روحوا واحكوا مع الولد ديروا بالكم تخوفوه ماشي لا تاكل هم بالتا يلا يلا عاكف نحن لازم نروح يلا بلا ما نتأخر ايه شو اخبار المهام الخاصة من لما تركت المخابرات ما عشفتك ابدا مو كتير منيح ليش تركتها هلا سمعت انه افترقته مزبوط اللي سمعته بس انا حابه اطلب منك خدمه مشاني مو تكرمي هالبنت اسمها فايزه اكن الاسبوع الماضي بلشت تشتغل بالمهام الخاصه بصفه مفاوضه وابوها طبيب نفسي معروف ايه بدي منك معلومات عن هاي البنت ليش انت شاكه بهالبنت ليش كل هالاسئله هي انت حابب تخدمني هاي الخدمه ولا لا اذا ما بدك مشان ندبر حدا غيرك بكره بنلتقي وبجيب لك كل شيء لا اليوم بدي اياهم لك وين راحوا هدول هون تركتهم امي شوفي ابني ليش عم تعيط؟ أنا هون كنت حاطت أدوية ما عم لاقيهم أخذتيهم شي؟ لا ابني أنا ما شفت شي أبداً قلي شلون شكلهم وأنا بدور لك عليهم خلاص مو مهمين خلاص أمي طلعي لبرا تركيني بحالي بكفي يلا ايه يعقوب
شو بك؟ تركيني بحالي. ايه؟ يعقوب، يعقوب ابني، لوين رايح يعقوب؟ يعقوب، يا الله يا رب ساعدني دخيلك، يا رب دخيلك. شو صار له هالولد حتى تغير كل هالقد يا رب؟ أخي، بتعرف شو أكتر شي بيخليني عصب؟ من المي؟ وهذا كمان بيخليني عصب، بس الأكتر هدول اللي بيتعاطوا مخدرات بيضايقوني كتير. بتعرف إذا حدا قال قدامي مخدرات؟ يا رجال بفور دمي، مو في سيارات عنا بالأمن ليجيبون؟ حتى هدول بيضايقوني. شفت لي جيم شي؟ مين جيم؟ لك مين يعني جيم؟ جيم ما غيره شبك؟ ايه ليكو هون. طيب ماشي، يلا بشوفك. فهمت علي ولا بعد لك؟ خلص اخي فهمت عليك منيح، بشوفك. كيفك جيم؟ هذا شكله مو تمام. اكيد هذا المروج، ليك شكله بقدر اعرفه من مسافة 10 كيلومتر. إلا كان امشي نجيبه. أخي بدك تهدي حالك شوي بلا ما نخوف الفراخ. أخي بدي شوي من بضاعتك. أوف، لسه من يومين عطيتك كومي، شو عم تعمل فيهم؟ لا تكون عم تبيع. لا أخي أنا ما بساوي هالشي، بس سهرنا أنا ورفقاتي. يعقوب إذا بتعمل شي شغلة من ورا ظهري والله بكسر لك راسك. خلص أخي لا تاكل هم، مستحيل أعمل هالشي. يسلموا إيديك. أنا ما عاد فيني أتحمل يا أخي، بدي ضب بخوانيه لهالزلمة. استنى أخي، طول لي بالك شوي بس، هدي لي حالك بس شوي. كيف بدك ياني إهدى وهذا الزلمة عم يسمم الشباب يا كارلوس؟ ما بقدر إهدى أبداً. شو ما شفت حالته لأمه؟ هاي المسكينة إذا هلأ بتشوف ابنها والله لا تنجلت بأرضها. لك يا أخي استنى أخي، بالتا يا رجب. لك يا بالتا طول بالك. لك وقف يا أخي. ما بعرف. لك يا أخي بس ما يكونوا شرطة. لك وقف واسمعني شوي بقى. جايين لعنا. أمشي لك. أمشي شرطة. أمشي. يلا لك روح بسرعة. لك لا لا تعال هون انت وياه. ولك تعال هون أنا بورجيك. لك وقف. روب. لك وقف انت وياه عندك. تعالوا لهون. وقف. تعالوا وقفوا يا كلاب. انت روح ورا هداك الواطي وأنا بجيب الولد. ابني عم تخلي رجال بعمري يركض وراك. لك وقف. لك وقف. لك شو هالمجنون هاد؟ قولي يركض وراك. تعال هون. تعال هون. نشتري الاغراض القديمة. تعال هون. نشتري الفردوات. وقف. ولك وقف. عنده اغراض قديمة للبيع. شو بدك مني؟ يلي عنده اغراض عتيقة للبيع. نتفك تنتيف. تعالك. تعال هون. على العرباية يا اخي. لك اخي بيقعدوا على العرباية. خلونا نتسبب. شو بكون؟ ولك بعده خلونا نتسبب. تعال هون. ولك اتركني يا اخي. شو عامل لك انا؟ ولك لك بعده يا جماعه خلونا نتسبب. شو بكون؟ انا ما عملت شيء. تعال لك اخي بعده. شو بدك مني؟ احكي لي شو بدك مني؟ انت ميت. لك بعده. لك عم لك ما عملت شيء. اتركني بحالي. تعال هون. لك بعده يا اخي. شو صاير؟ من وين طلعت لي انت؟ بعده عني. العمى. لك ما عملت شيء. ما عم يفهم علي. تعال هيك. لك ليش عم تدفشوا؟ لك اتركوا العربايه هاي مصدر رزقي. ولك اترك العرباية. ولك يا أخي بعد بعد. وقف لك. بعد عني. لك يا أخي ليش عم يضربني؟ أنا ما عملت. بعد عني يا عم. لك شو بعد عنك؟ والله لموتك. ولك يا أخي كيف بعد عنك؟ بعد عني هيك. رح يضربني. ما عملت شي. ما عملت شي. رح يضربني. لك بعد عني. تعال. لك وين رايح؟ تعال هون. لك وقف نزلني. شفت شو عملت؟ خليته يهرب. لك اخي شو بتعمل اذا انت مثل الباص حملتني ومشيت وما وقفت لي على الموقف كمان؟ قديش اجارك هلا؟ هلا وقت خلاصتك. ابني عمل لك لا تخليني اضربك. ولك لا تخلي رجال مثلي يركض وراك بالشارع. وقف بقى. وقف.
شو يا حضرة الشرطي؟ والله انا ما عملت شيء، هذا الزلمة والله انا ما بعرفه. سكوت ولا. انا كنت رايح على المدرسة. سكوت انا ما بدي اسمع كلمة. لا تمسكني. لك سكوت شوي، سكوت عم اقول لك، انا ماني شرطة ولا شيء. سكوت. مو شرطة؟ ماني شرطي ولا بطيخ. لكن ليش من ساعة لاحقني؟ قوم قوم قوم، لأنه انا مجنون، لأنه انا متضايق، انا بحب اتسلى هيك. يا الله دخيلك. ليك انا هلا رح اتركك، بس دير بالك تحاول تهرب. ايه 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 ماشي. صابك شي؟ لا اخي انا منيح. عود هون، عود عود. هلا اسمع يا سبع، الرجال اللي شفته انا بعرفه انه بيبيع مخدرات. لا اخي انت فهمان القصه غلط. والله شو شايفني غبي قدامك ولا شاطر يالتي؟ يلا لشوف، هات الحبوب اللي بجيبتك. يلا هاتهم بسرعه، هات. هدول هنين؟ شو هاد؟ شوف ابني، لساتك شاب بأول عمرك، انت مستقبل هالبلد. لك يا ابني ما بتعرف انه هاد الشي بينهي لك حياتك؟ اه؟ لك يا بطل، الشي اللي عم تعمله نحنا نسيناه من زمان. هلأ ولا بعدين الشرطة رح تمسكك ورح يزتوك بالسجن، العالم كله رح تقول انه هاد الولد كان يتعاطى. لك ساعتها كيف بدك تطلع بوش امك وابوك؟ كيف بدك تطلع بوش رفقاتك بالمدرسة؟ اه؟ اللي لشوف كيف بدك تطلع فيهم؟ لك أبوك وأمك كيف بدك تقابلهم بعدين؟ أه؟ أنا ما عندي أب، أبي مات السنة الماضية. اسمعني ابني، اسمعني مني حبيبي، مرة تانية لا عاد تلتقي مع هذاك الرجال. هلأ أنت رح تعطيني اسمه والباقي اتركه علي، أنا بحله. وإذا عاد بتشوفه رح أرجع أمسكها، ساعتها ما رح أتعامل معك هيك، رح ورجيك وشي التاني. ها ماشي؟ أخي أنت شرطي شي؟ هلأ مو ضروري تعرف مين أنا. شوف، نحن انتقلنا جديد على الحارة، وإذا عندك أي مشكلة أو أي شي بتجي لعندي. بنفس شارعكم البيت 33، بهذا العنوان في دواء لكل همومك. فهمت علي؟ اتفقنا؟ طيب أخي اتفقنا. لك ليش هيك راجع فاضي ولا؟ الزلمة رياضي كان سريع كتير. ولك الصحي على حالك يا رجل. ايوه أخي صالح، ماشي يلا نحنا جايين. شو خير؟ قال تعالوا عندي بسرعة في مشكلة. نحنا اتفقنا ما هيك؟ اتفقنا أخي، أنت لا تأكل هم، ما عاد رح شوف هداك الزلمة. يلا بالتا امشي. هذا اللي كان ناقصني والله. قال شو انت شاب بأول عمرك وانت مستقبل هالبلد كمان. لا نك امي ولا نك ابي، كذاب. في سيارة جاي، افتحوا الباب. نظاف. شو وينكن لهلا؟ صار لنا زمان عم نستنى. لا تواخذونا، بس أخرونا بالبنك. مين الأخ هون؟
ماني شايفه قبل هالمرة. بيقولوا لي كارلوس يظهر انه الاخ جاي من المكسيك لعنا. كنا حابين نضل عندكم وندردش بس كتير مستعجلين. حلو كتير. والمصاري؟ المصاري لكم هون تفقدون. مثل ما حكينا $1,000,000 فينا نشوف البضاعة؟ جيبها. عملية البيع رح تبلش. لا تنسوا رح نستنى لحتى تخلص عملية البيع. رح ندخل بس يقول الإشارة أخي، بس يسأل عن مباراة بشكتاش. إن شاء الله ما بصير أي مشكلة. إلكر شو الوضع؟ لهلأ ما في مشكلة. المصاري تمام أخي. حلو، إذا بتحبوا خلونا نحتفل بهالمناسبة. شو قلتوا؟ إيه بيصير. شي حلو كتير. اعطيني المصاري يا مكسيكي، جرب شوي من طعمتهم. نخب اول ها، دير بالك. هدول الأندار رح يخلوه شي مشوي منهم. شو بدنا نعمل هلأ؟ من فوق؟ ما بيصير، لسا ما خلصت العملية وهيك ما فينا نعمل شي. كل العملية رح تتخرب، نحن مضطرين نستنى. طيب كارلوس شو رح يعمل؟ إذا ما عمل اللي بدهم إياه بيشكوا. وإذا تعطى رح يشكوا فيه؟ بحلها كارلوس. الله يلعنهم. طيب شو رح نسوي؟ رح نستنى شوي، ما عنا غير هالحل. لإمتى بدنا نضل نستناك؟ أنا قبل ما أجي لهون اللي صار إني دقت نوعين بضاعة، بتعرف؟ يعني عم أقول بلا ما نخبص كتير اليوم. اسمعني منيح، أنا عم أعطيك أحسن بضاعة عندي، وأنت ما عم ترضى تاخدها. ليكون في شي مشكلة ما عندي علم فيها. عم بيقول لك الزلمة ما بده، شو الشغلة بالزور يعني؟ إيه بالزور بده يشمون، لتكونوا شرطة أنت وياه ولك. لا تخبص ورجع السلاح لمكانه. يا أما المكسيكي بيشمون، يا أما بعوصة براسه واتفاق البيع بيبطل. أنا ما بشتغل مع رجال ما بوثق فيهم. أخي الوضع صار خطير كتير، لازم نفوت. كارلوس بوضع خطير، لازم نتدخل معلم، لازم نعمل شيء. تحمل يا كارلوس شباب. يلا 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 نجعين. احكوا مين انتوا ولك؟ انتوا شرطة شيء؟ لا تخبص. تفمن تمك لك أخي، شو شرطة؟ بالله تطلع علينا هلأ، منظرنا منظر شرطة نحنا. معناها ليش ما عم تشم البضاعة؟ المتاجرة بالمخدرات شي والتعاطي فيها شي تاني. لا ما بتمشي علي هالقصص معلم. خلاص اهدى شوي. كرمال خاطرك مو بس بشمون، بشم كل البضاعة اللي عندك كمان. عكف يلا بسم الله.
انت وقفوا وقفوا. لك مكسيكي؟ والله هالمكسيكي طلع بيضحك كثير. والله مو باين عليه لا شرطي ولا كل هالمسخرة هي. لك شو الشرطي يا؟ تعال تعال اقعد هون تعال. الوضع تحسن جوا. انسحبوا فورا يا شباب. انسحبوا. الحمد لله قدر يحلها. أخي كارلوس فيك تعتمد عليه. أخي صالح في شخصين داخلين من ورا البيت، انتبهوا منهم. ماشي يا إلكر. أصلاً عملية البيع قربت تخلص. لا ما شو طولت هالعملية. شوفي ليه جاي لهون. لازم شوف المعلم طيفون، عنده خبر انه نحن جايين. هلا هو مانو فاضي اخي، الموضوع ضروري. اليوم لحقتنا الشرطه عم يستنى. ماشي فوتوا بس يخلص اجتماعه وتحكوا معه. تعال اخي. انا مرشح بدك ما تواخذني. معلم الشباب بدهم يشوفوك. جيت؟ مين هادولك؟ اخي هاد يعقوب، مانو غريب، هاد اللي حكيت لك عنه، بده يصير معنا. يقدر يشتغل معنا؟ جربني وشوف يا معلم. اخي هاد الولد من حارتنا ويمكن يتعرف علي اذا شافني. خلي عندك خبر. لا تقول هاد يا حبيبي. معلم انت اعطيني فرصه بشوف شلون. ماشي جربك بشوف. اخي طيفون أعطينا بضاعتنا وخلينا نمشي. نحن خالصين. دقيقة. عن إذنكم. إيه حياتي؟ شو حبيبي؟ إن شاء الله كل شيء تمام. أخذت المصاري؟ يعني على وشك نخلص. استنى حابة أتعرف عليهم. أنا قريبة. بصير حياتي ليش لا؟ بصراحة أنا كتير حبيتهم وحابك تتعرفي عليهم. أنا جاي حبيبي. تمام ماشي نحن ناطرينك. رح نستنى شوي تانية. حبيبتي حابة تتعرف عليكم. بس نحن مستعجلين المعلم عم يستنانا. أخي ما رح تتأخر إذا بتستنى شوي. خلينا نشربك شي على قليلة. أنا ما بشرب وقت الشغل. والله اللي بيشوفكم بيفكر إنه بتشتغلوا مع الدولة. دقيقة. انت هو هذا اليوم لحقني. هذا هو. هذا شرطي. خذوا مواقعكم بأمان الله. يا صاحبي الظاهر انت مشبهني لشي حدا. اسمع فيك تقلي شو عم يصير هون؟ اخي بحلف لك انه هذا هو الشرطي. شباب لك اهدوا شوي، ما في معنى شي بيخوف. مباراة بشكتاش شو نتيجتها؟ رح ندخل بسرعة بسرعة بسرعة. مكافحة المخدرات استسلموا. يا يعقوب واقف على طرف. اصحك تطلع من هناك. يعقوب 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 اوعى تطلع لبرا. عم تسمع؟
جاهزين، راح افتحه. الظاهر انه كثير بيهمك هذا الولد. ايه طبعا كثير مهم. ليش؟ لانه هذا الولد بيكون ابن جيراننا بالحاره. بل تغطيني يعقوب، تعال لهون. ولا تعال لهون، تعال تعال، دير بالك تتحرك من هون، مفهوم؟ اوعى. بس صديقك هلا مضطر كثير انه يتركك. ولك انتو شو عملتوا لك؟ صار اللي لازم يصير. يا واطي يا حقير، يا واطي يا حقير، اسمعني ولك. هلا ولا بعدين رح الاقيك، رح تدفعوا ثمن اللي عملتوه. الله يلعنكم كلكم، الله يلعنكم. قليلين الشرف اللي مثلك ما بيقدروا يحاسبوا حدا، نحن اللي رح نحاسبكم. اللي بيربح بالعمليه بيخسر.